كل يوم في أنشطة مختلفة، وحضرتك تقدر تعرفنا كده مثلا عن أكتر الأنشطة؟ يعني أنا شايف الجدول مزدحم جدا. هل الأطفال والأسر المصرية بتقدر من أول ما بتحضر المهرجان لحد آخر اليوم يقدروا يبقوا ملمين بكل الأنشطة ويشاركوا فيها بشكل كبير، ولا بيبقى مثلا الموضوع مقتصر على ندوة أو ندوتين أو ورشة أو ورشتين؟ يعني هل بيقدروا يلموا الموضوع كله؟ هو الحقيقه احنا بنقسم المهرجان بان هو في الفتره بتاعت الاجازات، يعني بالصدفه 6 اكتوبر كانت اجازه رسمي، فكان عندنا خميس جمعه سبت، وبعد كده عندنا الفتره اللي هي من الحد الخميس اللي هي المدرسيه، وبعد كده عندنا خميس جمعه سبت تاني. فالفتره دي بتسمح بانه مثلا العيله ممكن تيجي تقضي يوم كامل ويطلع من الورشه دي، بس طبعا بيسجله بشكل يعني عشان تبقى منظمه، تبقى عمليه منظمه طبعا، لكن مجانا الورش كلها مجانيه، فبيقضي يوم وممكن يلعب في الجنينه، المكان لطيف جدا، وبعد شويه اسرته طبعا بيقدر يبص على البروشور، وفي عندنا الويب سايت بتاعنا الموقع الالكتروني، وفي عندنا الفيسبوك والانستجرام وكده، كل المعلومات موجوده وطريقه التسجيل، ويقدروا يختاروا. والحقيقه بيبقى في مساحه ان هو يشوف حاجه وبعد كده يسمع من حد تاني، انا شفت عرض كويس، فيقدر يخش يشوفه. بعد كده العروض بتتكرر، ده في الفتره اللي هي خميس جمعه سبت مثلا، وبيقضوا يوم يعني لطيف. وبعد كده اثناء المدارس بقى اللي هي من الاحد الخميس بننظم رحلات سواء للمدارس الحكوميه مجانا، او للجمعيات، او لدور الايتام، او حتى مستشفى 57 357، بالاضافه الى المدارس الدوليه كمان. فبيبقى في يعني تنظيم انه المدرسه بتطلع رحله مثلا 200 طفل، وفي فعاليات في كذا مسرح، فممكن يطلعوا في كذا حاجه. حلو. واحنا علاقتنا عشان يعني قعدنا 12 سنه اتبنت شويه سنه في سنه، انه المدارس قاعدين منتظرين البرنامج وبيسالونا طب ده ينفع السن الصغير؟ يعني مثلا النهارده كان عندنا عرض جاي المدرسه لاطفال عندهم سنتين، ودول حتى لسه يعني تحضير المدرسه ما يعتبرش حتى المدرسه. والمدرسه نفسها كانت بتقول انتوا متاكدين ان احنا هنطلعهم رحله وكده؟ وقلنا متاكدين، وفعلا جربوا وقضوا يوم لطيف، وصارهم كانت معاهم، والجو كان جميل يعني، وهم كانوا بطلع. اكيد طبعا يعني باين ان هو مجهود كبير جدا طبعا يحترم، لكن برضو عايز اعرف من حضرتك بقى ردود الافعال على معظم الحاجات اللي حضرتك حكيتها دي، ممكن يكون ردود افعال الاهالي او الاطفال، ايه ابرز ردود الافعال اللي حضرتك سمعتها وممكن تكون اثرت فيك؟ هو ردود الافعال الحقيقه يعني مختلفة جدا وكلها ايجابية، يعني فكرة انه هم في مكان امن يلعبوا ويجروا، محدش بيقول لهم يعملوا ايه، طبعا في اطار منظم. لكن في مثلا رد فعل مهم جدا جه من فكرة انه في ولاد كانوا اطفال بيجوا المهرجان وهم مثلا عندهم 10 سنين، دلوقتي مر 12 سنة فهم بيشتغلوا معانا، يعني هم بيجوا بينظموا المهرجان معانا، فبقوا عندهم 22 سنة، فبدأوا يبقى في علاقة مختلفة تماما عن اللي احنا متوقعينه، بدأوا يقولوا ايوه واحنا اطفال كنا بنعيش ده، ويتكلموا على اللي حضروه وهم صغيرين، وبدأ يبقى في علاقة يعني عائلية كده ما بين الناس، والاجيال بتسلم اجيال، والاطفال الصغيرين نفسهم لما بيجوا بيبقوا بيسألوا حاجات في الأول مش فاهمين قوي ايه اللي بيحصل، بس الأسرة بتوجههم والولاد تانيين، وردود الأفعال حلوة جدا، بالذات مثلا لما خرجنا من المسارح ورحنا القاهرة التاريخية قصر الأمير طاز، وعملنا عرض ظل الحيطة، منطقة تاريخية قديمة جدا، قصر عظيم، بس في ناس كتير ما كانوش راحوه، فبسبب المهرجان وبسبب الفعالية دي راحوا، فقالوا ايه ده، احنا لازم ناخد ولادنا بقى يزوروا الجوامع اللي حواليها، نزور المنطقة بتاعت القاهرة التاريخية، فالموضوع خد بعد اكتر من ان هو بيحضر فعالية وخلاص. هو الموضوع برضو حلو لانه زي ما حضرتك بتتكلم بتقول يعني بيشاور على كذا حاجة، سواء كان في السياحة او في الفن او في الاثار، وبيبقى فيه معرفة كبيرة جدا. بس برضو اللي عايز اعرفه من حضرتك يعني برضو مهرجان حكاوي كبير جدا زي ما نوران كانت بتقول ما شاء الله، وكم فعاليات كتيرة جدا وحفلات وحاجات بتعرف الاطفال وحتى الكبار النهاردة لما يعرفوا مكان كبير مكان جديد عليهم زي الامير طاز والكلام ده، الصعوبات بتاعت الموضوع ده عامله ازاي؟ ان حضرتك بتبقى كمدير مهرجان النهارده عندك كذا حفله في كذا مكان، واكيد تليفونات اكيد يعني تليفونك اكيد ما بيخلصش طوال فتره المهرجان او قبليه، فكلمنا عن الصعوبات اللي ممكن تكون بتقابلك كمنظم او مدير المهرجان وصاحب فكره زي دي.
هو الحقيقه طبعا الصعوبات التنظيميه دي حاجه مهمه جدا، واحنا حظنا الحلو ان احنا بنعتمد اعتماد كبير جدا على المتطوعين. فاحنا بنعمل اعلان بفتره كافيه قبل المهرجان. السنه دي مثلا جالنا 250 متطوع كلهم شباب من الجامعات مهتمين، وبنقسمهم مجموعات. مجموعه مثلا عايزه تشتغل على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، تعمل برنامج وتساعد في تنظيمه، مجموعه ثانيه لاستقبال الناس، مجموعه تقنيه للنقل مثلا الاوتوبيسات والحاجات التقنيه. فوجود 250 شاب وطاقه ايجابيه جدا بيساعدنا. وهم طبعا مش بيقدروا يجوا كلهم في نفس الوقت، بس هم بيجوا حسب الجامعات بتاعتهم. واللطيف في الموضوع انه مع الوقت بدا يتبني فكره ان ده يعتبر تدريب عملي. يعني هو مثلا بيدرس حاجه في كليه اعلام، فبيجي يقعد فتره المهرجان او قبليها بشويه، فده يعتبر نقاط او يعتبر يعني تجربه لي وخبره يعني زي التدريب. فالصعوبات دي طبعا يعني بنحاول نعديها. طبعا مع الوقت برضو بيبقى فيه فكره التكلفه والغلو في الحاجات. يعني الفرق الدوليه لما بتيجي مصر بنقعدها في فنادق، الفنادق بتغلى، ففي حاجات طبعا. لكن مع الوقت والحقيقه عندنا شركاء يعني كويسين جدا وبيدعمونا، فبنحاول نعدي مرحله الصعوبات دي. وبنحس دايما يعني بنقعد نتكلم مع بعض ونحس انه التعب كله اللي بنمر بيه قبل المهرجان واثناء المهرجان بيروح بعد ما نشوف سعاده الاطفال ردود الافعال في عرض. وقد ايه طفل بريء وصغير بيبقى يعني اكنه اتعمل له هديه ومبسوط جدا وسعيد جدا. فالسعاده دي طبعًا. بتخلينا ننسى طبعًا. كل التعب ده وكفريق يعني بنشتغل كلنا مع بعض. استاذ محمد، الفكره مهمه جدا، ويا رب تكبر اكبر واكتر وتنتشر، واطفال كتير يقدروا ان هم يروحوا مهرجان حكاوي كل سنه، وما يتعملش بس مره واحده في السنه، يتعمل اكتر من مره، وشركائكم يكتروا ويبقوا عارفين اهميه ان الطفل مهم ان هو يبقى عنده معرفه وتطلع بحاجات كتير سواء كانت فنيه او اثريه او تاريخيه. نشكر حضرتك جدا. شكرا.